البلد وبدنا نخلي لك اياها بسمح لهم. هو هبكات في السعودية شو عمل؟ شو عمل الطاغية في السعودية؟ قضية اللي بده يطلع بدوش يطلع. طب اللي بده يطلع يطلع. لا. شو يطلع؟ شو يطلع؟ واحنا يعني نحكم مين يعني؟ في سوريا مثلا اللي كان بده يفر لو الدولة مسكته شو بتعمل فيه؟ طيب انت شو بتكون فيه؟ بده يفر ويطلع. كيف بده يفر؟ بدنا نستخدمه احنا. كيف يعني انت والله تصور الشعب يطلع شو نعمل احنا؟ هم فعلا بسقط حكمهم وبكونوش قادرين اصلا يكونوا هم لا في مزارع ولا في بساتين ولا في كذا ولا في كذا، ما هم مستعبدين الناس. شو بده يصير؟ ولذلك على فكره في امريكا في قضيه تحرير العبيد بظنوا الناس انه اللي حرروا العبيد يعني كابراهام لينكولن انه يعني كان يعني لا لا، كل القصه ما هي باختصار الشمال الامريكي كان صناعي، الجنوب الامريكي زراعي، يعني الولايات الجنوبيه زراعيه، والزراعيه كانت معتمده على العبيد هذول اللي بسموهم اقنان. القن شو معناته القن؟ ما هو القن مرتبط بالارض نفسها، وكان لما تباع الارض يباع كل اللي فيها بما في اللي بيخدم. الفرق بينه وبين العبد، العبد كان لا تبيع العبد، لكن هذاك القن بيكون مرتبط وين؟ في الارض نفسها. فكانوا الجنوبي مزارع وصناعي، الشمالي صناعي. فالان بدهم يحرروا العبيد مشان يصير في ايدي عامله للمصانع وين؟ في الشمال. ولذلك كانت الحرب الاهليه بين شمال وجنوب، بين ناس بدهم يتحرروا العبيد مشان يشغلوهم في المصانع في الشمال، واللي في الجنوب المزارع. كيف تاخذهم انت من عندي؟ يعني الله مين بده يخدم المزارع هاي؟ صارت حرب اهليه، صارت حرب اهليه مشان ما يتحرروش العبيد. حتى لما صدر قرار بتحريرهم كثير من العبيد على فكرة رجعوا للأسياد في الجنوب وقالوا لهم انسونا انسونا، احنا بدنا مش عارفين نعيش. اخذوا هذولاك يعني ما اخذوا من عبيد اقنان مشان المصانع وغيرها. هذا هو، مش انه يعني رقيق قلبه ابراهام لينكولن ولا غيره. هذه قصة، القصة نفسها على فكرة انه لو اخذت انت بني اسرائيل انتهت الموضوع، انهارت البلد. خصوصا زمان تعتمد على ايش؟ انت مثلا تاخذ العمال انت الان من اي بلد؟ خذ العمال مثلا من ايطاليا، ولا خذهم من بريطانيا، خلصنا انهارت البلد. انا اللي بده يشتغل. خذ المزارعين من خذ من الدنمارك، هذول اللي بيحلبوا البقرات وبيشربوا عليها بيشرفوا عليها وكذا الاخرين، روحت صناعه فهون انتبهتوا ليش كانوا يقول لتخرجنا؟ فعلا هو راح يخرج من ارضه.